معكم لؤي مرهيج من لبنان. اليوم حنحكي عن الفكرة اللي انعملت لصاحب الجلالة محمد السادس: بالقلب عرشك جالس. بالقلب عرشك جالس سيدي انت الفارس، عاش محمد السادس، عشت وعاشت بلدنا. تبقى 100% الصحراء مغربية، معتدر التدغية، تبقى انت املنا، معتدر التدغية، تبقى انت املنا. هي الفكرة كانت انا لي اصحاب بالمغرب ولي مدير اعمالي ربيع البقال، بحب وجه له تحية. الفكرة كانت من حب الشعب المغربي لصاحب الجلالة محمد السادس. كتير كانوا بيتحدثوا معي عن صاحب الجلالة، عن أخلاقه وعن كرمه وعن عاطفيته، واللي أثبت هالشيء إنه الأغنية أخذت حقها وزيادة، تفاعل مع الشعب المغربي بدرجة كتير قوية. حكوني كتير عالم من المغرب، من السلطة المغربية، عالم كتير مهمة، شكروني على الأغنية، وعن جد أنا انبسطت كتير وفرحت كتير، وشكرا لكم وبكبر فيكم. تشهد لك كل الملوك، شعبك كلهم بيحبوك، بالروح والدم يفدوك سيدي أنت الغالي. تشهد لك كل الملوك، شعبك كلهم بيحبوك، بالروح والدم يفدوك سيدي أنت الغالي، بالروح والدم يفدوك سيدي أنت الغالي. بالقلب عرشك جالس سيدي أنت الفارس، عاش محمد السادس، عشت وعاشت بلدنا. عاش محمد السادس، عشت وعاشت بلدنا. إلى شعب المغربي العظيم، أنا بحبكم كتير عن جد، وبفتخر أنه صار عندي محبين في المغرب وشعب ووفاء. ولمحمد السادس صاحب الجلالة، الله يطولنا بعمره يا رب كمان، والله يديم فوق بلده وفوق شعبه، وهو إنسان كتير عن جد كتير عظيم. قريبا حننزل عمل مع الفنانة المغربية وفاء الصنهجية، بوجه لها تحية، عمل كتير رائع، حيكون قنبلة الموسم. ألحان لؤي مرهيج وكلماتي، يعني شي رائع. وعندي عمل مع الفنان هشام سميتي ومع الفنان فيصل منيو. عندي أعمال يعني كتير 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 كتير، صار عندي شغل الحمد لله وأعمال. وكلموني ناس من العراق ومن سوريا ومن لبنان كمان، في أعمال يعني كتير صار في شغل الحمد لله. وكلموني فنانين من المغرب كمان، في أعمال يعني الحمد لله كتير صار في شغل، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وبشكر قناة حرية اللي تواصلت معي، بحبكم كتير وبنكبر فيكم. عاش محمد السادس، عشت وعاشت بلدنا. عاش محمد السادس، عشت وعاشت بلدنا.